وهنبدا يا اسامه بحاجه بسيطه جدا، المدى القريب تدل ايه يعني. هو المثال ده احنا هنقف عند حاجات اكبر بكتير جدا، بس هي حاجه بسيطه. بس انت ليه مش عايز تقول اخوه؟ اخوه مش لازم نقول اسم اخوه، ما مش هنقول هو دوره اخوه، واخوه بيتكلم مع جماهير النادي الاهلي بانتصار وذهب. والحقيقه لما كان اخوه بيتكلم كنا بنقول له ما تحاول تتعلم يا اخي من اخوك الكبير، لقينا اخوك كبير بيرد الكلام هو شبه الاخ الصغير. طب نقول لمين يتعلموا من مين؟ ليه هنبدا معاكم بحاجه بسيطه عشان نوريكم ان ابسط المعلومات الرياضيه انت كمحاور لازم تحضر، لازم تشتغل. استاذ ابراهيم عيسى قديم في الشغلانه، فانت طبيعي لما تطلع اولا الحلقه عن الاحتفاليه، فاجواء حتى الاحتفاليه مش مناسب ابدا للي اتقال قبلها، ولكن كمان طبيعي يبقى معايا اعداد او انا على الاقل محضر في اللي بقوله. الفقرة دي أو أول جزئية هنطرحها عليكم وهتثبت لكم تماما إن كل ما جاء قبل ذلك وبعد ذلك على نفس النسق، عدم دراية. نطلع ونشوف الفيديو والحديث عن انتقالات اللاعبين ومقاداتهم للأندية وكلام عن اللاعب أحمد حسن. شوف الفيديو. حمدي النقاز أما ترك نادي الزمالك بعديها رفع قضية على نادي الزمالك، او هو وهو داخل نادي الزمالك، خليني اقول الصح، هو يعني رفع قضية واستنى في مصر شهر ونص ثم غادر مصر ورفع قضية وكان مستني ان الموضوع بتاعه يتحل وما تحلش، ثم ترك نادي الزمالك. وبعدين كابتن احمد حسن عميد لعيب العالم رفع قضية على الاهلي ورجع الاهلي يعني ايا كان، يعني خليني اقول طبعا كل الاحترام للكابتن حسن لبيب حسين، كابتن حسين لبيب طبعا حتى استدعاء الموقف دخل صلح الفكره، ما حبش يعلق لان هو اعتقد عارف ان ده ما حصلش. صحيح. الفكره بقى اللي حصل فيها ايه؟ هي فكره استدعاء النادي الاهلي. ليه قلنا لكم قبل ما نطلع للفيديو انت جاي بتحتفل بشكل واضح بنادي الزمالك، فايه اقترار معلومات مغلوطه وهنوضح ان هي مغلوطه للنادي الاهلي؟ هنا الكلام من كابتن حسين لبيب بشكل واضح عن حمدي النقاز وعودته لنادي الزمالك بعد ما كان في مقاضاه وبعد ما اتقال على اللاعب هارب، كل ده شان زملكاوي لا يعنينا من قريب او بعيد. ولكن بص العقليه اللي كانت على مدار الحلقه دي منهجيتها وده هدفها، استدعاء النادي الاهلي طول الوقت عايز اقول لك انتوا الاثنين بتعملوا زي بعض، بل بالعكس ده يمكن النادي الاهلي اوحش. ايه المشكله؟ ما كابتن احمد حسن قبل كده مشي من النادي الاهلي وقضاه ورجع للنادي الاهلي، ده ما حصلش، ده غير صحيح. انت ما عندكش فكره بتاريخ النادي الاهلي او ابسط الوقائع الرياضيه. النادي الاهلي ده اللي كابتن عصام الحضري اللي بتقول جمهور النادي الاهلي طيع وجمهور سمع وطاعه، لما رجع وطلع مع كابتن مدحت شلبي في احد الحلقات وبكى على الهوا عشان يرجع للنادي الاهلي، النادي الاهلي اداره وجمهور كان موقفهم لا. كابتن ابراهيم سعيد بعد سنوات وبعد ما راح الزمالك طلع في احد الاستوديوهات وكاد ان يبكي عشان يرجع للنادي الاهلي والفيديوهات معانا، كان موقف اداره وجمهور ان ده مستحيل. فمحاوله القياس وان لاعب قضاك وبعد كده رجع، ومحاوله دايما ان انا اقول لا ما هو ده بيحصل برضه في الاهلي، ده غير صحيح وغير منطقي. النادي الاهلي ما فيهوش حد بيتقال عليه هارب، لا مدرب ولا لاعب، ويرجع بعد كده يتقدم للجمهور ده ان هو احنا اصل في اسباب موضوعيه والجمهور يقبل، ده مش هيحصل في النادي الاهلي. فحتى اللي انت بتطرحه اولا عندك نقص معلومه كبيره جدا فيه، ثانيا كمان عندك مشكله وهي ذهنيتك طول الحلقه الخلفيه الاعلاميه ليك الساوند تراك اللي ماشي ورا، وهو ان النادي الاهلي كمان عنده مشكله، النادي الاهلي كمان عنده مشكله. لا هو مش النادي الاهلي اللي عنده مشكله، هو اللي عنده مشكله، وتقريبا في ازمه يعني بدات تظهر في الافق، هي ازمه عوده النجاز. والحقيقه انا كنت اظن ان هو يستدعي اسم خالص تاني غير الكابتن احمد حسن، وقعدت اسمع الفيديو مره واتنين، يمكن مر في تاريخ النادي الاهلي احمد حسن مثلا غير استاكوزا، احمد حسن دروجبا مثلا، لكن لما يقول العميد فبيقصد احمد حسن العميد، الكابتن احمد حسن. طيب هي دي المعلومه الوحيده اللي قالها يمكن صحيحه لما وصف الكابتن احمد حسن بالعميد، لان الكابتن احمد حسن لا ساب نادي الاهلي ورجع ولا اصلا اشتكى النادي الاهلي، لان كل الحكايه ان تعاقد الكابتن احمد حسن خلص في 2011، انتهى الامر، مانويل جوزيه قال مش عايز معايا احمد حسن، راح الكابتن احمد حسن لنادي الزمالك. المشكله بقى الحقيقيه هي اصلا المقاضاه والفلوس اللي كانت للكابتن احمد حسن كانت مع نادي الزمالك، كانت مع نادي الزمالك. فنطلع نشوف الكابتن احمد حسن
وهو بيوضح قد ايه الاستاذ ابراهيم عيسى يجهل تاريخ كره القدم المصريه وعلى طريقه احد اللاعبين الزملكاويه مش متابع. نشوف الفيديو. انتوا يا ابني مش هتجيبوا فلوسي ومش والله حاضر هندفع والله يعني اللي هو طبعا واكيد وده حقك هي الموضوع كله ببساطه انا ليا حقوق. الحقوق دي اتحاد الكوره حسمها وقال ان انا ليا مستحقات هاخدها من نادي الزمالك. انما في الاول وفي الاخر القرار مش عند احمد مرتضى منصور، القرار عند اتحاد الكوره، اتحاد الكوره انا ليا مستحقات في الوقت الحالي وبالتالي بناء عليه خد قرار بايقاف القيد بالنسبه لنادي الزمالك لحين سداد المستحقات اللي المفروض ان هي ليا. السؤال هنا هو نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك مش عايز يدفع المستحقات ليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما انا ماليش ومش هتدفع يا اما انا ليا وبالتالي تدفع المستحقات. استاذ ابراهيم عيسى مش متابع، بمعنى مش متابع يعني احمد حسن او كابتن احمد حسن قعد 4 سنين تقريبا يجري ورا فلوسه دي، بس هو قال حاجه يعني انا يعني بقول كان طيب فيها، هو بيقول ان اتحاد الكره خلاص هيوقف القيد لنادي الزمالك، ما حصلش. يعني ازمه الكابتن احمد حسن زي ازمه اي لاعب له مستحقات عند نادي الزمالك سواء داخليا او خارجيا في ملف ال 17 مليون دولار، مفيش مره تم ايقاف القيد لنادي الزمالك من قبل اتحاد الكره، بل بالعكس ده طلع رئيس نادي الزمالك في واقعه الكابتن احمد حسن قال ان رئيس اتحاد الكره اللي دفعهم من جيبه وانا ماليش علاقه. يا استاذ ابراهيم ما تستدعيش حاجات تفتح عليك ابواب انت مش قدها لان حضرتك مش متابعها. فالكابتن احمد حسن بالعكس لم يهرب من النادي الاهلي، وهو في نادي الزمالك كان له مستحقات الفوز بالدوري راحت له لحد عنده وهو لاعب في نادي الزمالك. انت فعلا بالتاكيد ما تعرفش النادي الاهلي، لكن الغريب ان انت كمان واضح انك ما تعرفش نادي الزمالك. مش متابع زي ما انت قلت، ده الشعار، ولكن في حاجات ممكن نروح لفكره مش متابع وهنسلم بفكره مش متابع، وده نقص معلومه.